السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كريم غزال وعاوز أتكلم النهاردة عن بعض الإعدادات في كاميرا نيكون دي 750. الكاميرا طبعا فول فريم، وده المقصود بيه حجم المستشعر أو السنسور، وهو بيكون عادة خلف المراية. يعني لما نشيل العدسة كده هنلاقي المراية، وتحتها بيكون السنسور على طول. طبعا السنسور ده بيخلي الكاميرا غالية جدا، أكتر من الكاميرات العادية اللي هي الكروب، بيكون حجمها أصغر والسنسور بيكون أصغر. دي العدسة الأساسية بتيجي عادة مع الكاميرا، ومقاسها 24 لـ120 ملي وفتحة 4. العدسة فيها مجموعة أزرار، الفوتو فوكس والمانوال فوكس، وعندنا كمان في زر اللي هو التحكم بالاهتزاز الفايبريشن ريدكشن. طبعا العدسة جميلة جدا لكن تقيلة شوية، لكن بتديك رينج كويس من حيث الزوم والتصوير الوايد. بعد كده هنجيب بقى البطارية والميموري دي البطارية. عندنا كمان ده ميموري سريع 90 ميجا في الثانية، 16 جيجا بايت. هنركب البطارية. سهل جدا تركيب البطارية، مش ممكن تركبها بشكل خاطئ لان هي لها مجرى معين. بعد كده عندنا مكان تركيب الميموري، في عندنا مدخلين لتركيب الميموري. ده لو انت بتصور ملفات رو اللي هي اكبر ملفات، بتحتاج احيانا تسجل الرو على ميموري وتسجل الملفات العادية على الميموري التاني. ده عدد الصور اللي ممكن تصورها اللي هو 292. بعد كده عندنا الشاشة، طبعا شاشة متحركة، ودي من مميزات الكاميرا نيكون دي 750. ده زرار انفو بيدينا اعدادات سريعة على الشاشة. بعد كده زرار القائمة الرئيسية. زرار القائمة الرئيسية هتلاقي بقى عندنا مجموعة قوائم. اول حاجة قائمة الفوتو شوتينج مينو، وديت فيها مجموعة خيارات. هنلاقي في القائمة دي حاجة اسمها storage folder، ده اسم الفولدر بتاع اللي احنا بنحفظ فيه الصور. وعندنا المتحكم في جودة الصور اذا كانت رو او اقل. برضو عندنا الوايت بالانس، تحكم في الاضاءة البيضاء. عندنا كمان خاصية التحكم في الألوان وحدة الصور من اختيار اسمه بيكتشر كنترول. وعندنا كمان اختيار مهم اللي هو ال HDR، وده في ناس كتير بتحبه، اللي هو الكاميرا بتصور صورتين بإضاءة مختلفة وتعمل لهم دمج، وعشان تغطي طبعا الأماكن اللي فيها ظل بتعوضها وتخليها مضيئة. وده لازم تكون الكاميرا فيه ثابتة، يعني يفضل ان تستعمل الحامل الثلاثي. وبالنسبة لحجم الصورة بتغيره، بتخليه ما تستعملش الرو لان الرو ما ينفعش مع ال HDR. بالنسبة لحجم الصور نقدر نغيره من زر التكبير مع الزر اللي هو على شكل ترس اسمه كوماند دايل. تك على الزر مع زر اللي هو الترس ده. عندنا ملفات الرو طبعا زي ما قلت دي اعلى جودة للصور، لكن بتحتاج برامج زي لايت روم او كاميرا رو او سناب سيد. دي برامج بتعدل منها ملفات الرو وتتحكم فيها اكتر. كمان عندنا خاصية دمج الصور اللي هي بتصور مثلا صورتين مختلفتين وتعمل لهم دمج، اسمها اللي هي الدبل اكسبوجر.
وبعد كده عندنا قائمة التصوير تايم لابس أو الفاصل الزمني. والفاصل الزمني اللي هو زي مثلا لما تصور شروق الشمس بيصور لك صور متتابعة، وبعد كده بتعمل لهم دمج مثلا في فيديو بيديك تصوير سريع لشروق الشمس أو غروب الشمس، أو حتى مثلا بيصوروا بيه في المدن. في عندنا كمان القائمة اللي بعد كده قائمة الفيديو أو موفي، وديت هنلاقي فيها برضو خاصية تصوير الفاصل الزمني لكن فيديو على طول مش صور. نروح برضو على طول بعد كده القائمة مهمة جدا اسمها كاستم سيتنج. كاستم سيتنج دي خاصة بتغير بعض الاعدادات زي الاوتو فوكس، التحكم وتخصيص الازرار. يعني مثلا في زر عندك انت عايز تستخدمه في استخدامات مختلفة، بتختار انت الاستخدام اللي انت عايزه. برضو بتتحكم في التايمر بتاع التصوير، وبتتحكم في الفلاش، قوة الفلاش. التايمر بتاع الكاميرا اللي هو مثلا لو بتصور عايز الكاميرا تصور بعد ثانيتين او 5 ثواني او 10 ثواني زي ما انت عايز بتختار. برضو عندنا قائمة تفعيل الريموت اللي هو اللاسلكي، ده بيشتغل بالانفراريد اللي هي أشعة تحت الحمراء زي ريموت التلفزيون بالظبط. وفي برضو التحكم في صوت الكاميرا لو انت عايز صوت عالي لما تعمل فوكس او مش عايز صوت. عندنا زر الاوكي اللي هو طبعا ده زر اساسي ممكن تستخدمه في تكبير الصور، يعني في وضع البلاي وضع عرض الصور يعمل لك زوم 100% بضغطة واحدة. بعد كده في قائمة السيت اب هتلاقي فيها الفورمات بتاع الميموري، هتلاقي فيها تنظيف المستشعر. تنظيف المستشعر ده ليه خطوات تدخل عليها، اما انه تنظيف تلقائي الكاميرا بتقفل وتنظف المستشعر عن طريق الاهتزاز، او ان هي بترفع المرآة، في خاصية انها ترفع المرآة وانت تنظف بقى تنظيف بنفسك يدوي. طبعا انصحك ان يكون توديها لحد مختص عشان اي غلطة في المستشعر هتدمر المستشعر. عندنا برضو ضبط اللغة والوقت وحاجة اسمها الفاين تون، يعني لو الفوكس عندك مش مظبوط قوي مع العدسة بتظبطه ظبط دقيق. وعندنا كمان الواي فاي ممكن تشغله من القائمة ديت. في عندنا هنا كمان وضع اللايف فيو، يعني تصور من الشاشة، وده بيشتغل من زرار ال في لايف فيو. طبعا لما بتبقى الخلفية سادة بالشكل ده بيضاء مثلا صعب ان الكاميرا تعمل تركيز وتديك مربع اخضر لانها مش قادرة تركز على حاجة معينة، لازم يبقى فيه اللونين مختلفين عشان تقدر تركز. بعد كده عندنا زرار الانفورميشن. زرار الانفورميشن او الاي ده الموجود على الشمال، موجود على ايوه يمين الكاميرا على شمال. يعني هتلاقي فيه بيديك اعدادات سريعة، بيظهر لك الاعدادات السريعة بتاعت الوضع اللايف فيو في حالة الصور وفي حالة الفيديو. ونقدر نغير بسهولة كل الإعدادات. عندنا برضو وضع الفيديو إذا بنعوز نصور وضع الفيديو. عندنا اختيار بعد كده الأيزو أو حساسية الضوء، وبنتك على زرار التصغير لما عاوز نغيره، بنتك على زرار التصغير اللي على اليمين مع زرار الكوماند او الترس اللي فوق على الشمال. لما نعوز نغير جودة الصور نفس الطريقة، لكن بنتك على زرار التكبير. يبقى عندك زرار التصغير ده خاص بالايزو، زرار التكبير خاص بجودة الصور اللي هي الرو والانواع التانية الجي بي جي اللي هي حسب جودتها بقى الفاين والبيزك. بعد كده عندنا في زرار هنا خاص ب
عدد اللقطات، يعني انت عايز تصور لقطة واحدة، عايز تصور لقطات متتابعة سريعة او متتابعة بطيئة، او عايز تشغل التايمر، او عايز تشغل الوضع الصامت، زي ما انت عايز، في كذا اختيار. بعد كده في عندنا زرار بيفتح الفلاش، وفي نفس الوقت بيتحكم في الفلاش، يعني مثلا عايز تغير قوة الفلاش، عايز تغير الطريقة اللي بيشتغل بيها الفلاش. يعني مثلا في حاجة اسمها الرير، الرير ديت الفلاش بيضرب بعد التعريض الطويل. يعني مثلا الكاميرا بتدي الشطر وقت طويل، مثلا 5 ثواني 10 ثواني على ما الكاميرا تقفل، قبل ما تقفل على طول بتقوم مدياك الفلاش. بعد كده عندنا وضع البي، وضع البي او البروجرام ده بتقدر تتحكم في فتحة العدسة وسرعة الشطر مع بعض. سرعة فتحة العدسة اللي هي الاف ديت لما بتكون على رقم كبير معناه ان الفتحة ضيقة، لما بيكون على رقم صغير زي مثلا F4 او F2.8 ده معناه ان فتحة العدسة واسعة جدا، دخل ضوء كبير وبتعمل عزل. عزل يعني لو انت بتصور حاجة مثلا قدامك قريبة بتعزل الخلفية، الخلفية بتكون مش واضحة او مش حادة. دي طبعا بتبقى مهمة في تصوير الاشخاص، لكن لو انت بتصور طبيعة الافضل تخلي الاف على حاجة كبيرة، يعني مثلا تخلي الاف F8 F9. عندنا الشطر بيكون اللي هو اجزاء من الثانيه او ثواني، يعني بيبقى شرطتين كده بيبقى ثواني. اجزاء من الثانيه مثلا يكون 1 على 100، 1 على 60، ده يعني ده لو انت بتصور وشايل الكاميرا في ايدك يكون على 1 على 60، ما تحاولش تقلل عن كده. لو انت بتصور النجوم مثلا بتخليه رقم كبير، يعني مثلا 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني زي ما انت عايز، حد 30 ثانية مثلا يصور لك النجوم، وممكن يصور لك حركة النجوم نفسها. نفترض ان انا مثلا عملت الاعدادات دي كلها وطلع الاضاءة مش قد كده، يبقى عندنا لسه في الايزو، نغير الايزو، نزود الايزو. وعندنا كمان زرار التعويض، تعويض الاضاءة اللي هو الزائد والناقص، ده عشان زود الإضاءة شوية، مثلا نخليها على -7 أو -3 أو نقللها زي ما احنا محتاجين. بعد كده عندنا زر التحكم في الفوكس، الفوكس الأوتوماتيك والمانوال، ونوع الفوكس هل هو تركيز مستمر زي مثلا التصوير الرياضي اللي هو الـ AFC، أو فوكس ثابت اللي هو السنجل. في عندنا كمان نقاط الفوكس دي بتبقى في الكونتينيوس. عندنا كمان الإضاءة بتاعة الشاشة اللي فوق الليد. عندنا كمان الزر بتاع اللوك، زر اللوك ده بيقفل لي التحكم في نقاط الفوكس. يعني مثلا أنا بختار نقاط معينة للتركيز واخترت خلاص ومش عايز بقى ايه أغلط وأغيرها، فأعمل لوك فأقفلها ما تتغيرش. بعد كده عندنا طبعا زي ما قلت الشاشة المتحركة من أجمل ما يكون في الكاميرا ديت. وبس كده تمام، وشكرا لكم.